وكان الرجل صالحا يأتيه من روح الجنة وريحانها يأتيه من روح الجنة وريحانها ويوسع عليه في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح. وأما إذا كان الرجل على غير ذلك فخاب وخسر عند الامتحان يأتيه من حر النار وسمومها ويضيق عليه في قبره ويأتيه رجل خبيث قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. ثم يكون الشأن يوم القيامة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالعاقل يا عباد الله من سمع وتدبر ونظر وتفكر وعلم أن الدنيا فانية وأنها سريعة الزوال وأن المستقبل الحقيقي عند لقاء الله عز وجل. ألا فيا عباد الله تفكروا واعتبروا وكونوا ممن يعتبر وهو حي فيحسن سيره إلى الله. وإياكم أن تكونوا ممن يعتبر الناس بحالهم وهم لا يعتبرون. أما الوقفة الثانية فوقفة تذكير بحالنا في رمضان الماضي. دخل علينا شهر رمضان الماضي ونحن نستقبله فرحين نشفنا في أوله ثم أصابنا الكسل وأصبحنا نفرط غدا نحسن وبعد غد نحسن حتى مرت أيام شهرنا وودعنا ونحن نبكي على ما فرطنا وعلى ما قصرنا والواحد منا يمني نفسه ويقطع على نفسه العهد لئن عشت إلى قابل لأحسنن في شهري ولأكرمن نفسي في شهر رمضان المبارك. وإن ربنا سبحانه قد أمد في أعمالنا وأسأل الله عز وجل أن يدخلنا شهر رمضان ونحن بخير وصحة وقوة. فعلينا عباد الله أن نتذكر ما قطعناه على أنفسنا وأن نتذكر أن أيام شهر رمضان خفيفة سريعة فلنحسن إلى أنفسنا في هذه الأيام المباركات. وأما الوقفة الثالثة فهي أن شهر رمضان المبارك شهر حبيب إلى الرحمن حبيب إلى أهل الإيمان فيه بركات ورحمة ومغفرة وإحسان. فالواجب علينا أن ندرك عظم نعمة الله علينا بهذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به ويبشر بما فيه من الخيرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل شهر رمضان فتحت
إلا الصوم، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وفي الحديث الآخر يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الصيام الذي اختص الله عز وجل بجزائه، فلا يعلم جزاءه ولا يعلم قدر جزائه إلا الله سبحانه وتعالى، يضاعف للعبد أضعافا مضاعفة. فالصوم درة غالية وكنز ثمين، يجب على المسلم أن يصونه مما يلهبه أو يذهب أجره، فيصونه عن المفطرات ويصونه عن الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التحذير من المعاصي القولية والمعاصي الفعلية. فينبغي على المؤمن أن يصون صومه من هذه القادورات من المعاصي باللسان، من الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من معاصي اللسان، ومن معاصي بقية الجوارح من معاصي النظر ومعاصي السمع ومعاصي الأيدي ومعاصي الأرجل وغيرها من المعاصي. فالواجب علينا عباد الله أن نقدر للصيام قدرا، كما أن الله عز وجل شرع لكم يا عباد الله قيام رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي على العبد أن يحرص على هذه السنة المباركة والفضيلة العظيمة، وأن لا يحرم نفسه من قيام الليل في رمضان. فإن عجز عن ذلك فليحرص على أن يوتر في كل ليلة، وأن لا يحرم نفسه من هذا. وإن استطاع أن يقوم بعض الليالي في المسجد مع المسلمين فهذا خير وبركة. فاتقوا الله عباد الله ما استطعتم، ولا تحرموا أنفسكم من هذا العمل الجليل في شهركم المبارك، كما أن الله عز وجل شرع لكم الصدقة والإكثار منها في شهر رمضان. فكان رسولكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، كما أن ربكم قد شرع لكم الإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان. فأحسنوا إلى أنفسكم عباد الله بكثرة تلاوة القرآن في شهركم المبارك، واعلموا أن كل حرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ألا فاتقوا الله عباد الله وأكرموا أنفسكم في هذا الشهر المبارك، فإن الواحد منا لا يدري إذا دخل فيه هل يتمه، وهل إذا أتمه هل يعود عليه مرة أخرى. ألا فاعزموا من اليوم على الإحسان فيه، فإن أحدنا إذا عزم على الخير كتب له ما نواه، وفضل الله واسع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور.
الحمد لله الملك القدوس السلام جعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، إن الله عز وجل قال قولا حكيما محكما باقيا حكمه: ما بقي مسلم على وجه الأرض فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس، فالواجب على كل مسلم إذا أدركه رمضان وكان مكلفا غير معذور، إذا علم أن الفجر قد طلع أو سمع بذلك، أن يمسك عن المفطرات بنية الصيام والتقرب إلى الله عز وجل إلى الغروب. ولا يجوز لمسلم أن يدع ذلك إلا من عذر يا عباد الله. ومن المعلوم أن الأرض بالنسبة لهذا الزمان، أعني زمان الصيام، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أرض يتميز فيها الليل عن النهار ويقرب طول الليل من طول النهار، قد يزيد هذا قليلا وقد يزيد هذا قليلا، وهذا لا إشكال فيه عند أحد. يمسك الناس عند طلوع الفجر ويفطرون عند الغروب. والقسم الثاني: أرض يتميز فيها الليل عن النهار لكن النهار يطول طولا فاحشا، وهؤلاء يجب عليهم أن يمسكوا إذا طلع الفجر وأن يتموا الصيام إلى الليل بنص القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد لأحد مع نص القرآن والحديث الصحيح عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يا عباد الله عدل في الأحكام، فإن الذي يصوم هذا العام 20 ساعة أو أكثر سيأتيه زمان يصوم 4 ساعات أو أقل، وهذه بتلك يا عباد الله. وما يعدله بعض الناس من أن الناس الذين يقول عندهم اليوم في أيام رمضان يصومون بتوقيت مكة أو يصومون بتوقيت بلادهم الأصلي، لا أصل له في دين الله عز وجل، وليس عليه من نور الحق شيء. ومن فعل ذلك يا عباد الله تأمل
يتميز فيها الليل عن النهار غير أن الشفق الأحمر فيها لا يغيب بل يستمر إلى أن يختلط بضوء النهار. فهؤلاء يعرفون غروب الشمس لكنهم لا يعرفون وقت صلاة العشاء ولا وقت صلاة الفجر. فهؤلاء يجتهدون في تقدير وقت صلاة العشاء وفي تقدير وقت صلاة الفجر، وأقرب وسائل الاجتهاد هنا أن ينظروا إلى أقرب بلد إليهم يظهر فيه وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر فيعمل بذلك يا عباد الله. وأما القسم الرابع فأظن لا يتميز فيها الليل عن النهار، بل يكون يومها نهارا كله أو ليلا كله، وهؤلاء يقدرون لصلاتهم قدرها ولصيامهم قدرها فيجتهدون في تقدير الأوقات. وأقرب ما يكون ذلك بالنظر إلى أقرب البلدان إليهم. ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الصوم إكرام لكم وليس تعذيبا لكم، ولا يقصد منه أن يشق عليكم، وإنما المقصود أن تكونوا على قرب من الله. واعلموا أن عظم الثواب مع عظم المشقة، وإذا زادت المشقة على إنسان في عمل صالح من غير قصد منه فإن ثوابه يزداد. ولو أن مسلما يا عباد الله شرع في الصيام غير أنه بسبب من الأسباب شق عليه الصيام وخيف عليه أن يموت أو خيف عليه الضرر الذي له أسبابه، فإنه يجوز له إذ ذاك أن يفطر يا عباد الله ويقضي مكان ذلك اليوم يوما. ألا فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله عز وجل أن يسر لكم فجعلكم ممن يدرك شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغكم ذلك. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم أمننا من عذابك، اللهم أمننا من عذابك، اللهم أمننا من عذابك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
وفي الآخرة حسنة وقنا